رجعنا لحضراتكم مرة تانية وفقرتنا فقرة مهمة جدا. خليني أبدأ مع حضراتكم كده وأقول إن النوم سلطان. مين فينا ما سمعش الجملة دي؟ الجملة دي تورثناها كده من الآباء والأجداد ومن سنين السنين. بس عايزة أقول لكم إن في دراسات حديثة أشارت إلى إن في 30% نسبة بيعاني كده من الناس في العالم كله من اضطرابات النوم وخصوصا الأرق. مين فينا كده لما بيحاول ينام ما بيحسش ان هو نومه مش كويس، او بيحس ان هو مرتاحش، او نفسيا ما خدش كفايته؟ ناس كتيرة جدا بتحس بالموضوع ده. في ناس مش بتعرف تنام، مش فاهمة ان موضوع النوم ده محتاج ان انت لما تحس بالمشاكل دي لازم تروح على طول لدكتور، تفهم حتى عندك ايه، تشوف المشكلة دي موجودة ولا لا، عشان لو في حاجة من الاول نلحقها. يمكن الموضوع ده بيظهر اكتر مع تقدم السن، بيبان اكتر عند الناس كبار السن، بتلاقي النوم عندهم مش مظبط قوي، دايما الارق زيادة عن الشباب والسن الصغير. بس ده ما يمنعش ان لازم لما يكون عندك حاجة زي دي تهتم بنفسك. ليه يسموه طب نفسي؟ لان دايما لما تبقى حاجة جوانا لما نهتم بيها من بدري هنلحقها كتير جدا. فلازم نتعلم يعني ازاي ننام. وعايزة اقول لكم كمان ان في معمل للنوم موجود، واعتقد موجود فيه اساليب كتيرة جدا من زمان موجودة في جامعة عين شمس، بيقوموا بحاجات كتير جدا علشان يعرفوا وظائف النوم عاملة ازاي، دماغك وانت نايم كده بتبقى عاملة ازاي. كل ده من خلال ضيفتنا اللي منورة النهاردة، هي دكتورة سهير الغنيمي، استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. صباح الفل منورانا. صباح الخير. يعني زي ما قلت كده النوم سلطان. بس في ناس كتير قوي تقول لك انا مش عارفه انام. عايز اعرف من حضرتك الاول، هل النوم ليه طرق معينه عشان ننام كويس؟ هل في حاجه اسمها نوم صحي ولا لا؟ طبعا احنا لازم نبقى متفقين، الكلمه بتاعت النوم سلطان دي مهمه جدا، ان الناس تبقى فاهمه ان انا ما ينفعش افكر في النوم. يعني لو عايزين نتكلم في نوم صحي، لو انا اتكلمت ان انا بفكر في النوم هنام امتى واصحى امتى وهيبقى فراش ولا لا، ده هيضيع النوم اساسا. اوكي، يعني ما ينفعش افكر ان انا عايزه انام. لازم حتى لو هموت سلطان ونام. هيجي النوم لوحده، لان حاجه فسيولوجيه هتيجي لوحدها. اوكي. بس طبعا لازم يبقى ليه من الترتيب، يعني ما ينفعش زي الاحوال دلوقتي ان انا ابقى على طول لو انا قلقت او ما عندي او عندي ارق فانا هروح ماسك الموبايل، لو مسكت الموبايل مش هتنام. لو اتفرجت على التلفزيون مش هتنام، لو ماسك الكمبيوتر مش هتنام، لو جعان مش هتنام، لو واكل اكله تقيله مش هتنام. لو طول الوقت ما بتعملش مجهود برضو مش هتنام. يعني النوم ده موجود عشان يخليني اشحن لليوم اللي بعديه. لو انا اوريدي ما بعملش حاجه في قلب اليوم، هتلاقيني بالليل قاعد كتير عبال ما ادخل في النوم بطريقه صح. النوم الصحي لازم يكون عن طريق ان انا بعرف طريقه نومي ازاي، يعني انا بنام 8 ساعات، بنام 6 ساعات، بنام 4. لو غيرنا ميعاد نومنا كمان بيخلينا ما ننامش كويس. بيفرق. يعني الناس اللي بتاخد نبطشيات او حاجه ممكن يفرق معاهم بغض النظر عن شكل ومكان نومي. طبعا انا طبعاً. لو متعوده انام في اوضتي ونمت في مكان تاني بيجي لي ارق. بعض الناس ممكن يحصل لهم كده، بعض الناس على فكره لما بتسافر بتاخد المخده بتاعتها معاها. ده حقيقي. بعض الناس كده، ودي ما فيهاش مشكله خالص. يعني انا ليا ستايل في النوم معين، بنام على جنب معين من السرير. دي طبيعيه جدا وما فيهاش مشكله خالص. طيب انا عايز اعرف من حضرتك، انا عندنا حاجات كتير قوي وموضوع النوم ده فيه يعني حاجات كتير نتكلم فيها، بس عايزه اعرف منك تفاصيل عن معمل النوم اللي موجود في جامعه عين شمس. بتعملوا فيه ايه؟ يمكن الموضوع ده يشغل ناس كتير. ايه معمل النوم اللي موجود ده؟ اجيلكم انا ما عندكم هتريحوني هتخلوني انام؟ اكيد. لازم طالما ذكرنا طب النوم لازم نذكر استاذي دكتور طارق اسعد، هو رائد طب النوم في مصر، وهو اللي كان انترستد قوي في هذا، الله يرحمه طبعا. وهو كان انترستد قوي في هذا المجال، لانه فعلا النوم الصحي بيخلي البني ادم كل حياته احسن كتير. معمل النوم ده موجود بيحصل ايه فيه؟ بيحصل ان في جهاز بيقيس كل وظائف التنفسيه والحركه ونسبه الاكسجين في الدم قد ايه اثناء النوم. وبالتالي انا ببقى عارف شكل مراحل النوم فيها ايه، هل فيها مشكله ولا لا.
طبعا اضطرابات النوم كتير، اضطرابات النوم في اضطرابات اوليه يعني هي من طب النوم، يبقى مشاكل في النوم بس، وفي بتبقى نتيجه مثلا اكتئاب، نتيجه امراض تانية، نتيجه الم اثناء النوم. كل الحاجات دي بنقدر نقصها في معمل النوم، ونقدر على اساسها يعني ندي بقى ازاي نعالج الشخص اللي بيعاني من مشاكل في النوم بغض النظر هو اي حد ممكن يجيله معمل النوم ولا انت بتختاره؟ بس يعني لازم بنختار ليه هنعمل له معمل النوم، لان برضو معمل النوم بيبقى يعني وسيله للتشخيص. يعني لو انا شايف ان انا مثلا عندي مشكله في النوم او المريض بيعاني من حاجه، فلازم اشوف شكل النوم بتاعه ايه، جوده النوم بتاعته ايه. يعني انا ممكن انام مده لكن جوده النوم بتاعتي وحشه، فلازم يقاس هذا الامر اثناء النوم. طيب انا عايزه بقى اسال حضرتك سؤال مهم جدا وموجود بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. دايما بنسمع عن الجاسوم، الجاسوم ده مرض نفسي ولا دي حاجه بتحصل للبني ادم عادي؟ وفي ناس طبعا يعني الناس بقى قايله عنها كلام مش عايزه اقول لحضرتك عامل ازاي، بس هو معروف ان هو شلل في النوم. يعني ايه؟ يعني في ناس بتبقى خايفه ان يجرى لها حاجه وهي نايمه، بتبقى خايفه ما تصحاش من الموضوع ده. فنعرف هي هو الجاسوم ده مشكلته ان هو برضو ليه علاقه بالثقافه، اوكي. واحنا زي ما متفقين ان الثقافه بنشكل شويه شكل الاعراض اللي ممكن تحصل. الجاسوم ده عباره عن ان البني ادم هي النوم مراحل، ففي مرحله بنفقد فيها التون بتاع العضلات بتاعتنا. يعني انا مثلا اثناء الاحلام يعني مش بقدر اتحكم في عضلاتي، لا يعني بفقد التون بتاعها خالص. يعني ما اقدرش احركها. اوكي، ده فين؟ اثناء المرحله بتاعت الاحلام. ودي من رحمه ربنا. يعني مثلا زي ما بنقول لو بيحلم مثلا انه بيتخانق، لو في تون ممكن يضرب اللي جنبه، او يعني في هيحصل مشكله. ففي الفتره دي بيحصل ان انا بفقد التون بتاع العضلات بتاعتي. تمام. لو الشخص صحي في هذه الفتره بيبقى بيقولوا عليها الجاسوم. طب ليه دايما الناس في اللحظه، اصل الناس كتير جدا مرت في الموضوع ده في العالم كله مش بس في مصر مثلا، ليه دايما بيجي لهم احساس الخوف والرهبه وان هم في حد يعني بيخطفهم او بيزقهم؟ لا، هي بتروح ناحيه، حتى بره بتروح ناحيه الحاجات بتاعت الجن والعفاريت والحاجات دي، الشيطان والحاجات دي. ليه؟ لان هو بيبقى فاتح عينه لكن غير قادر حتى على تحريك لسانه، لان التون راح خالص. الطبيعي جدا ان الناس بيجي لها زي فزع كده، ازاي انا مش قادر احرك نفسي وانا مفتح عيني، يعني المفروض صاحي. هي بس هو مش صاحي، هو لسه في هذه المرحلة. الحل الوحيد ان البني ادم لو تعرض لهذا الامر، ممكن يحصل مرة اتنين يعني، لكن لو تعرض لهذا الامر محتاج ان هو يهدى، عشان وكل الحل بتاعه انه يصحى. بس انا دماغي شغاله، يعني انا ممكن اهدي نفسي. يعني انت دماغك شغاله بس الحل بتاعك ان انت تصحى. لو انت صحيت خلاص انت طلعت من هذه المرحله، فهترجع التوم بتاعك عادي جدا. الناس لما بتفزع، اوكي، الموضوع بيطول شويه معايا. لو تكررت هذه الامر، ده من اضطرابات النوم. يعني لو تكرر مره مثلا قلقان، خلاص الموضوع عدى. لكن لو تكررت كتير، ده معناه ان انا عندي اضطرابات في النوم وعندي اضطرابات نفسيه، محتاج ان انا يعني لازم استشير حد. طيب انا اعتقد يا دكتور يعني المشكله عندنا ان احنا بنخاف من الطب النفسي، يعني فكره ان انا ممكن اكون تعبان نفسيا بنخاف منها. فممكن مثلا انا لو عندي ارق في النوم، او لو عندي تفكير زياده، او لو عندي مشكله في حياتي مسيطره عليا، ده يستدعي ان انا اجي لدكتور نفسي عشان يخليني انام كويس؟ الكلام اللي حضرتك بتقوليه كويس جدا، ان الطب النفسي عادة يعني على المستوى العالم ليه حاجة اسمها الوصمة. ويمكن احنا طبعا تحت رئاسة استاذ دكتور عكاشة بنعمل حاجة حملة ضد الوصمة. يعني اساتذتنا يعني الحمد لله في المجال ده شغالين بشكل مكثف، واحنا شغالين بشكل مكثف ان الوصمة تخلف، ودي على المستوى العالم، ان المريض النفسي لا زي اي مرض مشكلة. اخر زي اي مرض اخر، اوكي. زي ما القلب بيتعب النفسيه بتتعب، ويمكن القلب ممكن يتعب وتنزلي تشتغلي، لكن لو النفسيه تعبت مش هقدر اشتغل. الحياه بتقف. طبعا. فالاساسي لما بيحصل كده، ويمكن ده يعني في الفتره دي احسن كتير ان الناس ممكن تستشير
طبيب نفسي، لكن الافضل ان انا استشير علشان لما كل الحاجات دي ممكن ما احتاجش علاج، ممكن اعدل سلوكي، ممكن اغير اللايف ستايل بتاعي، هيبقى محتاج خلاص. لكن هي المشكله الناس متخيله ان الطب النفسي عباره عن مهدئات ومنومات، وده غير حقيقي. يعني انا ما ينفعش ان انا كل الدواء بتاعي عباره ان انا بهديك او بنيمك، وده مش حقيقي تمام. لكن بعض الاحيان ان احنا بنتعامل في العرض اللي انت موجود وبتشتكي منه، هل ده محتاج علاج حقيقي ولا لا؟ طيب عايزة اعرف بقى دلوقتي، في ناس كتير بتحلم بكوابيس دايما. أوكي. لما بتنام بتحلم بكوابيس، الكوابيس دي برضو مرض ولا ده حاجة خلال النوم؟ ودايما بيزيد الكوابيس لما الفترة بتبقى، لو نمت في نص اليوم، لو نمت يعني مش في وقت معتاد، بتلاقي فيه كوابيس زيادة، او مش عارفة دي على علاقة بالمرض النفسي؟ لا، خلينا نتفق ان هي دي برضو يعني حاجة ثقافية في المجتمع المصري. دي مش حقيقية، هو ده حلم، بس حلم وحش. يعني الكابوس ده هي في مرحلة الأحلام، بس حلم المحتوى بتاعه مش حلو. ده ناتج عن ايه؟ ما هو خلينا نقول بقى، بعض الأحيان ممكن واحد لو زي ما بيقولوها كده واكل أكلة دسمة أو حاجة، فهو تعبان، بطنه تعبان، فقد يحلم بشيء ان هو بطنه تعبان، حد بيجري، قصص كده. او ان هو بيقول لي ان هو عنده اضطراب في المزاج. اضطراب المزاج، فانا مزاجي سيء، وبالتالي كل حاجه حواليا سيئه، فلما هنام هحلم بحاجه سيئه برضه. اوكي، فدي الكوابيس لما تكرر يبقى دي معناها ان في المزاج، وبالتالي احنا لو البني ادم مثلا عنده اكتئاب، عنده قلق، هتلاقي محتوى الحلم بتاعه يعتبر كابوس. لو قلق هتلاقيه دايما بيجري، حد بيجري وراه، حد بيعنف معاه. لو مكتئب يبقى حاجه يعني ليه علاقه بالنفسيه. طبعا. طيب دلوقتي انا عايزه اعرف بقى، لو الناس تكبر في دايما النوم بيبقى الارق زياده مع كبار السن، فهل هم محتاجين نظام معين في النوم؟ هل مهم بالنسبه لهم ان هم يناموا في نص اليوم واخر اليوم، ولا يبقى الوضع معاهم عامل ازاي؟ لان دايما بنسمع ان هم مش بيعرفوا يناموا كويس. هو السن بيفرق في جوده النوم، زي الاطفال كده بيبقى جوده النوم بتختلف. هو مش الارق بيزيد، ولكن اختلاف مواعيد النوم بتختلف. يعني ايه؟ يعني هو ممكن يفضل صاحي مثلا، هتلاقي ناس كتيره تقول لك انا هفضل اسهر مثلا للفجر او كده، فيقلب لي النوم بتاعه اليوم، فيغير الساعة البيولوجية بتاعته، فتلاقيه في النص بينعوس أو بينام في النص اليوم، وبالتالي يجي بالليل مش عارف ينام. أوكي؟ فلازم أعدله الوقت بتاع النوم بتاعه. لأن جودة النوم بتاعته بتبقى مش حلوة، فتلاقيه نومه خفيف، يرجع يبقى نومه خفيف تاني، فيبتدي يقول لك أنا ما بنامش، وممكن يكون نايم اليوم كله. طب إزاي نخليهم يناموا كويس؟ يعني لو انا حتى في ناس صغيره مش بتعرف تنام كويس، يعني ايه انام كويس يا دكتور؟ يعني ايه اعرف احس ان انا نمت وارتحت؟ اهم مرحله من النوم هي النوم العميق. ايوه، عايزه انام بعمق. طيب نعمل ايه عشان ننام بعمق؟ احنا موجودين عشان نعرف ننام بعمق ازاي. طيب لازم نبقى عارفين ان النوم مراحل، في النوم العميق، ودي بتبقى هي زي دوره بتتكرر على حسب الوقت اللي انا نايم فيه. الدوره دي بتاخد حوالي 90 دقيقه. تمام. اوكي، لازم الناس برضو تبقى عندها مفاهيم النوم الخاطئه اللي عندهم، ان انا لازم احط دماغي على المخده فنام. وده مش حقيقي. يعني في ناس بتعمل كده، تحط دماغها على المخده وتنام. ما شاء الله. المجهود. على حسب المجهود اليومي، اوكي، وعلى حسب هو واخد على ايه في النوم. لكن انا عندي في الطبيعي ابطو مثلا تلت ساعه، نص ساعه، وانا اول ما ادخل للنوم. لو البني ادم بقى متوقع ان انا احط دماغي على المخده هنام، هيعمل لي مشكله في النوم. كويس. تمام. وبعد كده يبقى ما فكرش تمام. في النوم هنام وارتاح، انا بحاول ريلاكس يعني. وبعدين في ناس بقى بتفضل ماسكه الموبايل عشان يمكن ما تتخيلي انه يمكن في ناس بتنام كده. لا، ما بتنامش. ده واقع. جوده النوم بتاعتها مش حلوه، جودة النوم بتاعتها مش حلوة. وبعدين هتلاقيهم دايما نومهم مش فراشنج، يعني مش هتخليه أنشط يعني. أوكي، لأن حاجة دي استفزاز للمخ. يعني أنا بلعب وحتى بفر في الموبايل. أوكي، دي حاجة أنا بقلب في الفيسبوك كده بس لحد ما أنام. إضافة بقى أن أنا عندي المراحل، النوم العميق، وبعدين الجزء بتاع الأحلام نوم عميق كده، بتكرر على حسب الفترة بتاعتي. طيب أنا ما توقعش بقى أنت طبيعي هتدخل في الحلقة دي من غير مجهود منك،
يعني في مواد ربنا بيخلقها عندنا ان انا من غير مجهود منك هذا الامر. لو ابتديت تحس ان انا ما بدخلش في النوم العميق ده معناه ان جوده النوم فيها مشكله، لازم نتوجه بقى نستشير هي ايه المشكله اللي عندنا. طب مثلا هنا يجي معمل النوم بقى قبل ما انام، احنا لازم نروح معمل كلنا لازم نروح معمل. طيب لازم اعمل تمارين قبل ما انام مثلا خفيفة. يوجا مثلا خفيفة. اتامل خفيفة. حاجات اللي هم بيقولوا يعني خلينا نقول ان الاكستريم في كل حاجه مش صح، يعني ما نامش جعان بس ما اكلش كتير. اوكي ما اعملش مجهود خالص ما ينفعش، لكن في نفس الوقت ما اعملش حاجه عنيفه، يعني اعمل رياضه عنيفه لا، ممكن اعمل حاجات زي المديتيشن زي اليوجا، ممكن اعمل رياضه خفيفه، ممكن انزل امشي شويه وبعدين ارجع تاني. اوكي الحاجات البسيطه دي بتاهلني او بتعمل لي استعداد ان انا داخل انام ريلاكس، يعني كل ده بيخليني انام افضل. yes. طيب دلوقتي بقى انا لو عايزه انام كويس بعمق زي ما احنا بنقول، في ناس بتاخد الست ساعات او الخمس ساعات بتوعها اللي هم المينيمم بتوع النوم، انا عارفه ان الماكسيمم 8 ساعات. هي ملهاش ماكسيم، هي لحسب على حسب الشخص البني ادم نفسه، فاحنا عندنا من 6 لحد 10 ساعات. حلو، لو في شخص ظروف شغله بتخليه ما بيعرفش ينام بالليل، بيشتغل بالليل بس بينام الخمس ساعات او الست ساعات دول في نص اليوم، ده غلط؟ هل لازم انام بالليل؟ هو الطبيعي ان هو النوم بالليل بيبقى جودته احسن، وده علشان زي قلنا الساعه البيولوجيه بتاعتنا. تمام اوكي، ولكن هل ده يعني دايما الناس اللي بتاخد شيفت دايما بيخلوها شهر عشان يديني فرصه ان النوم بتاعي يتظبط، ان الساعه البيولوجيه بتاعتي تتظبط عشان ابتدي كل الوظائف يعني بتاعه الجسم تبقى ممكن كويس. ياهل يزبط نفسه للوقت نفسه. ده يس يعني ده عادي يظبط نفسه، ما انا مش هتعذب يعني. يعني البني ادم اللي هو مثلا بيسهر يطبق يومين او ثلاثه هتلاقيه تعبان، لكن لو قعد شهر، الناس واخده مثلا نبطشيات ولا حاجه قعد شهر هتلاقي الدنيا ظبطت معاه دلوقتي يعني وخلاص ظبط وقته بيتكيف. طبعا ظبط وقته والساعه البيولوجيه بتاعته عدلت نفسها. طيب في سؤال مهم بقى. ايوه أوه. لو امهات بتتفرج علينا وعندها ابن بيمشي وهو نايم، اوكي دي اكيد حاجه موجوده فعلا وبتحصل. موجودة. عايزين نعرف بتحصل للكبار كمان ولا بس للصغيرين، ولو ابني بيتعرض للموقف ده اعمل ايه؟ هي عادة بتبقى من اضطرابات النوم، وهي بتبقى موجودة في الفترة اللي هي فيها نوم العميق أو الفترة الأولانية دي. الطفل بيبقى نايم عادة بيبقى مثلا الولد قلقان، عنده مشكلة، مامته زعقت له أثناء قبل ما ينام، الحاجات دي كلها. لو حصل أن الطفل مثلا نام هتلاقيه قايم مش مستوعب انت بتقولي له انت رايح فين، انت عامل ايه، حاجات كده، وبعدين في الاخر هيعمل حاجه ويدخل هتيجي. هو بيرجع تاني ولا بيفضل واقف مكانه؟ لا لا لا، ممكن يرجع تاني او مامته ترجعه، هو مثلا عايز يدخل تويلت يعمل حاجه وبعدين هيرجع مكانه تاني. هتيجي تقوليني لانه في فتره النوم العميق هتيجي تساليه انت عملت كده ليه، طبعا مش فاكر خالص. العرض ده لازم ناخد بالنا ان دي من ضمن الاعراض بتاعه اضطرابات النوم. طب ما انا ممكن ما اخدش بالي هو قام يشرب ورجع، هاخد بالي ان هو قام يتحرك، لا لان هو بيبقى عامل ملوش تواصل. يعني لو قام عادي وبيشرب عادي يعني هتنده له، هيرد عليها هيكلمها، لكن اثناء النوم بيبقى فاصل تمام، مفيش بيبقى عامل زي ريبورت كده يروح ويجي يبقى الدنيا ما. طب زي ما بنشوف بقى في الافلام ممكن لا لا يمشي يرمي نفسه، مفيش حد بيعمل ايده خالص، انا عرفت دي محدش بيمشي كده، بس بنشوف دايما انه ممكن بعد الشر يعني يأذي نفسه او يمشي ناحيه الباب ويخرج، يعني الحاجات دي بتحصل فعلا؟ لا دي مش المشي اثناء النوم، دي اضطرابات اللي هي الرام سليب ديسوردر اللي هي الفتره بتاعه الاحلام. لو حصل لي مشكله وما بقتش فاقد التون بتاع العضل، ودي من ضمن اضطرابات النوم. اضطرابات النوم ان انا ما فقدش اثناء المرحله بتاعه الاحلام دي التون بتاعي. وبالتالي ممكن اعمل حاجات، بس دي بتيجي في الكبار بقى، ممكن اعمل حاجات متعود عليها، يعني ممكن انزل افتح الباب، الحاجات اللي انا متعود عليها. ممكن دي مشكله كبيره جدا، لان ممكن يعمل حاجه حلم مثلا، ضرب حد، قتل حد، عمل حاجه، ودي معمل النوم اللي يكشف لي اذا كان عنده مشكله ولا احنا لا. رجعنا لمعمل النوم. في سؤال مهم جدا. طيب في اي مقابل مادي لمعمل النوم وازاي اقدر اوصل له؟
المعمل النوم في المرحله الحاليه احنا بنجدد المركز كله، مركز عكاشه للطب النفسي في جامعه عين شمس، وبالتالي احنا في مرحله قريبه جدا هتتفتح لوحده تاني. بيبقى فيه فيز بسيط لان احنا جامعه تعليميه، لكن طبعا بره بيبقى البرايفت مختلف الاسعار بتاعته. طيب حضرتك بتنصحي ناس معينه تيجي معمل النوم عشان تشوف الاضطرابات اللي عندها واصله لفين، ولا لازم يروح لطبيب مختص وبعد كده يحوله؟ لازم يروح يستشير اول، لان اي حد ممكن يشخص نفسه ان انا عندي اضطرابات، انا عندي مشاكل، انا جايه بكره انا جايه بكره خلاص. اي حد ممكن يشخص نفسه ان انا عندي اضطرابات في النوم وحقيقه مش عنده. فلازم حد يقول له هل دي مشكله تستدعي ان انا اعمل معمل النوم ولا بس بعمل فحوصات كده وخلاص. حلو، اخر بقى نصايح عندنا. تنصحي الناس ازاي انها تنام بعمق وتنام مرتاحه وتبقى كويسه، وتحديدا كبار السن؟ خلينا نتفق على شيء، ان احنا النوم ده يعني بيعمل لي زي شحن المكنه من اول وجديد ليومي بكره. بالظبط، ما احنا مكنه، فاحنا محتاج ان انا اشحن الجسمي بشكل صحيح. وبالتالي انا محتاج اللايف ستايل بتاعي تبقى كويسه. حتى الناس الكبار فممكن يعملوا حاجه، دايما الناس الكبار اللي بقى قاعدين في مكانهم لا، ينزلوا يتحركوا شويه زي ما اتفقنا، بلاش موبايل، بلاش تلفزيون، بلاش كمبيوتر. اوكي، انام بطريقه صحيه، ما بقاش جعان، ما بقاش عطشان، ما بقاش الحاجات اللي هي الفسيولوجيه الطبيعيه. ممكن اعمل رياضه بسيطه، مهم جدا جدا ما يبقاش عندي توقعات اوفر او اقل في النوم. يعني ان انا حكايه ان انا لازم احط دماغي على المخده فبعدين افضل اتقلب. مهم كمان لو فضلت اكتر من نص ساعه في السرير او ما اعمل حاجه، لو ما عرفتش انام ما نمش، ما افضلش بقى بتعذب في قلب السرير. ممكن اقرا، ممكن اسمع موسيقى، اتفقنا؟ ممكن ابتدي اعمل ريلاكسيشن شويه قبل ما ادخل تاني للنوم. يعني النوم سلطان يا دكتور سهير والله. يعني اتمنى الناس النهارده تستفيد من حضرتك وتنام نوم السلطان فعلا باذن الله، يا علشان النوم حاجه مهمه قوي ان احنا نقدر نصحى الصبح وعندنا طاقه. فالنوم سلطان يا جماعه، يا رب كده دايما يعني نومكم يبقى كويس وبعمق، وتحلموا دايما احلام حلوه. نورتينا دكتور سهير الغنيمي، وهي استاذه الطب النفسي بجامعه عين شمس. دايما كده تنورينا وتشرفينا، ومحتاجين كلام اكتر يعني. الحلقه دي اكيد مش ما خلصتش كل حاجه، دايما تنورينا كده وصباحك فل باذن الله. فقرتنا خلصت لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.